السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله رب العالمين يا رب هو العالي العلي الذي لم يزل عليا هو العالي العلي الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عملته وجدته مليا وإذا عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تسير الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا يا رب أسألك بأنوارك القدسية متوسلين إليك بشرف المحبة المحمدية وبآله كواكب أمن البرية وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية أن تنجينا من كل البلا والبلية وتحقق لنا الفوز بقربك والرجاء والأمنية
اللهم إنك قد جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم أصلح الرعاة والرعية، وأعط الأجر لمن ساهم في هذا المسجد وأجراه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وخليلنا وكريمنا وأستاذنا محمدًا رسول الله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق تكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر وضاح الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق منبرج، وفي يديك لواء الحق والنور. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نضر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم، وتبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة. أسلوب حصر وقصر. إنما المؤمنون إخوة، معناه لا أخوة إلا أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم. إنما المؤمنون إخوة، إخوة الدين. أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، والدليل على ذلك كثيرا. فنحن نجد أن خيار هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أثبتوا هذا الأمر عمليا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذات يوم شتم أبو بكر الصديق شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصكه صكة شديدة، فضربه ضربة شديدة حتى سقط على الأرض. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أوا فعلت هذا يا أبا بكر؟ قال: نعم، فعلت هذا يا رسول الله، ولو كان سيفي بجانبي لقتلت أبي. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذات يوم في غزوة أحد لقي ابنه في المقابلة، لقي ابنه، فأراد الصديق أن يقتل ابنه. وهذا الصحابي الجليل أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح، في غزوة أحد لقي أباه فضرب عنق أبيه وقتل أباه وشق رأسه، فشق رأسه نصفين، فشقه نصفين، حتى تعجب المسلمون وتكلم بذلك المنافقون. الكل يقول: ما هذا الابن؟ الابن يقتل أباه. فكان أبو عبية بن الجراح يقول: ما قتلت أبي، وإنما قتلت الكفر الذي كان في أبي. كذلك علي بن أبي طالب وحمزة
ابن عبد المطلب قتل الأقارب في غزوة أحد. وكذلك نجد كثيرا من الصحابة كعمر بن الخطاب قتل الخال في غزوة أحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى آخر آية في سورة المجادلة يتحدث عن هؤلاء الأخيار، فقال جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبو عبيدة بن الجراح، أو أبناءهم أبو بكر الصديق، أو عشيرتهم أي قبيلتهم علي بن أبي طالب وحمزة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إخوة الإسلام والإيمان، أخوة الدين أعظم عند الله من أي شيء. لا أنساب بينكم يوم القيامة، وإنما أخوك في الدين هو الذي سينفعك يوم القيامة. أما الأخ من النسب إذا كان على غير الملة ولا على غير عمل صالح، مات على غير عمل صالح، فالقرآن يقص لنا بوضوح: يوم يفر المرء من أخيه، أخيه النسب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال جل جلاله في موطن آخر: يود المجرم، كريمينال، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. المسلمون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، وإن تباعدت ديارهم وتباينت ألوانهم واختلفت ألسنتهم، كل المسلم وكل المسلمين أمة واحدة. وإن اختلفنا البلاد وإن اختلفنا الألوان، لا فضل بين عربي على عجمي ولا عجمي على عربي، كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس من جهة التسوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. المسلمون أمة واحدة شرقا وغربا، وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم فهم أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد وهو القرآن، ويجمعهم دين واحد وهو الإسلام، يجمعهم رب واحد وهو الله جل جلاله، ويجمعهم نبي واحد وهو محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تجمعهم قبلة واحدة، بيت الله الحرام. الأمة أمة واحدة، الأمة أمة واحدة، وإن اختلفنا المذاهب وإن اختلفنا الألوان وإن اختلفنا الأنساب فأمتنا أمة واحدة عباد الله. هدف المسلمين، هدفهم هو إعلاء كلمة التوحيد. نحن أمة واحدة، لا مصري ولا مغربي ولا جزائري ولا قمري. لا أنساب بينكم يوم القيامة، وإنما تسألون عن إسلامكم، عن الأخوة في الدين. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. هدف المسلمين جميعا هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله، والتي بها نحيا وبها نموت وفي سبيلها ندافع. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله
بها ذنبي. الله الله ربي لا أريد سواه، وهل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش كبره، والموج ناداه، والناس يعسونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. هدفنا واحد هو إعلاء كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبذ العنصرية والدعوة الجاهلية العصبية الجاهلية. لا عصبية الجاهلية بعد الإسلام. كان العرب قبل الإسلام يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك سواء كان ظالما تكون معه بجانبه وتقاتل من يقاتله، أو مظلوما. فلما جاء الإسلام غير هذه المفاهيم الباطلة وأبطلها، وجاء النبي الرحمة قائلة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله إذا كان أخي مظلوما فمعلوم بنصرته، أما إذا كان ظالما فكيف ننصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه فذلك نصرتك إياه. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله جل جلاله في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعندما يحشر الناس يوم القيامة أول ما يقوله الله سبحانه وتعالى يقول أيها المظلوم تقدم، وأيها الظالم لا تتكلم. فهدفنا هو إعلاء كلمة التوحيد، ونبذ العنصرية والعصبية الجاهلية. ولقد اهتم الإسلام اهتماما عظيما بالألفة والتعاون بين المسلمين، لأنها سبيل السعادة ومظهر القوة ووسيلة الحياة، وحذر ما هو خلاف ذلك. فقال جل جلاله في محكم كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل جلاله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لا تتجادلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوتكم ووحدتكم أيها المسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل المؤمنين الذين عندهم إيمان، مثل المؤمنين في توادهم من الود وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، إذا أصيب أحد من أعضائه بمرض تداعى له سائر الأعضاء من الحمى والسهر. قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أنساب بينكم يوم القيامة. عندما تلقي الله سبحانه وتعالى لا يسألك عن جنسيتك، وإنما يسألك عن إسلامك وعن معاملتك مع المسلمين، فلا مصرية ولا مغربية ولا، وإنما الإسلام رايتنا، الإسلام رايتنا، الإسلام رايتنا. أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ الإسلام رايتنا أيها الأحبة. أتجمعنا يد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المسلمون ولا تفرقوا.
أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا وتبعدنا يد السياسة؟ عودوا إلى دياركم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Serviteur d'Allah, Dieu a dit, les croyants ne sont que des frères. Les musulmans sont une seule nation, même s'ils ne sont pas le même pays, où leurs couleurs sont variées, ou de la variété de leur langue. Ils sont réunis par un seul livre, ils sont une seule religion, ils ont une seule religion, et leur Seigneur est unique. Et ils ont de mêmes prophètes, et se dirigent tout vers la seule direction Al-Kaaba. Leur objectif, c'est d'élever le mot monothéisme, kalimatut tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et délaisser le racisme et de népotisme asabiyatul jahiliya. L'islam a pris son de l'importance de l'intimité, de l'unité, de la coopération et de la compassion entre les musulmans, parce que c'est le chemin du bonheur, l'apparition du pouvoir et le moyen de la vie. Dieu a dit, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonheurs. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Et il a interdit, Jalla Jalalu, ce qui est contre cela. Dieu a dit, ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdez votre force. Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez, vous échouez et perdez votre force. Sourate Al-Anfal, verset 46. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu vois les croyants dans leur amour, leur affection et dans leur miséricorde qu'ils se portent comparable à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et s'enfuir. Muttafaqun ala sihati. Ayyuha al-ahibba, kullu hadha yantabiq qawlallahi subhanahu wa ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، دينهم واحد، الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، ودعوتهم واحدة وإن اختلفت الشرائع والمنهج. دعوتهم هو التوحيد إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وقال في سورة المؤمنون الآية 51 و52، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Mes chers bien-aimés, tout cela s'applique aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, certes, cette communauté, cette religion qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Dans autre verset, Dieu a dit, cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله توبة نصوحة فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى واعلموا أن أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد هو جمع الكلمة ومنع الفرقة ومنع أيضا إشعال الفتنة وتفريق الأمة من أعظم الموبقات ومن أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. قد قص الله لنا في القرآن قصة موسى وقارون وهارون مع بني إسرائيل. قصة موسى مع أخيه واضحا في القرآن. عندما كان موسى ذاهبا إلى ميقات ربه ثم نبأه الله بما حصل وراء قومه فاتخذ قومه العجلة كإله. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، كان زعلان غضبان ويتأسف بما حصل، فوجد بأن قومه يعبدون من دون الله بقرة عجلة. فأخذ موسى
يوبخ أخاه هارون فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني أفعصيت أمري؟ ما منعك؟ ما الذي منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ الوقت الذي رأيت هؤلاء قد ضلوا عن السبيل، لماذا لم تمنعهم؟ لماذا لم تأتي في مكاني لتخبرني يا هارون؟ أفعصيت أمري؟ استفهام التوبيخ. أفعصيت أمري؟ فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي لا تحقر شأني، لا تعيبني. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني فعلت هذا له، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هؤلاء القوم يشركون بالله، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك كان نبي الله هارون يراعي هذه المصلحة العظيمة، ألا وهو تفريق الأمة والوحدة. فقال: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فيا من تحبون أن تفرقوا هذه الجماعة في المسجد، إنكم على خطر عظيم. مهما تكون الخلافات في هذا المسجد فلم تبلغ مبلغ الشرك، فملعون من أيقظ الفتنة. الفتنة نائمة، وملعون من أيقظها، هذا هارون. قال: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال: إنه ستكون هنات وهنات، أي فتنة وفتنة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إنه ستكون فتنة وفتنة، فمن أراد أن يفرق أمرا من أمور هذه الأمة، كمن يريد أن يفرق الجماعة في المسجد وأن يحرض الناس على خروج على حاكمهم، فاضربوه بالسيف كائن من كان، مهما كان منصبه وجاهه ونسبه. والأمر هنا موجه للحكام لا للأفراد، وإنما يدل هذا الحديث على التغليظ الشديد وعلى الترهيب وعلى خطورة هذا الأمر، إشعال الفتنة بين المسلمين وبين جماعتنا ووحدتنا. وفي الرواية قال: فاقتلوه. مصلحة التأليف أعظم من أي مصلحة، كما قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد جمع النبي بين الأنصار والمهاجرين، وآخى بينهم، وقام يصلح بين الأوس والخزرج، وأنت تدعي بأنك من المتقين، تحسب بأنك من الصالحين، ومع ذلك ليس لك إلا بإشعال الفتنة، تستر بكلمات، تنطق بكلمات لا يرجى من ورائها إلا تفريق هذه الوحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. من أتاكم، الذي يأتي في يديكم، وأمركم على رجل واحد كإمام المسجد وكرئيس أي رئيس، وأمركم على رجل واحد ويريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. والأمر هنا أيضا للحكام لا للأفراد، وإنما نسوق هذه الأحاديث لنبين هؤلاء الذين يحبون أن يشتت أمور المسلمين بأنهم على خطر عظيم. إنهم على خطر عظيم. فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شيخ خير، je vous recommande et moi-même de craindre Allah سبحانه وتعالى
Et sachez que le plus important de ce que les messagers ont apporté après l'unification est de réunir tout le monde ensemble et d'empêcher de diviser le Jama'a. Dieu a montré ce que Haroun a répondu à Moussa. Moïse dit, qu'est-ce qui t'empêchait Haroun quand tu les as vus s'égarer de me suivre pour m'informer de cette affaire? Haroun dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Je craignais que tu me dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Sourate Taha, verset 92 jusqu'à 94. Faites attention à vous qui aimez à diviser la congrégation de la mosquée. Le shirk, le polythéisme, est plus grand péché, plus grand problème que certaines choses qui peuvent passer dans ces mosquées. Et tu as entendu ce que Haroun a répondu? Haroun a dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Je craignais que tu me dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fitna sommeille dans chacun d'entre vous, maudit soit qui l'a réveillé. Et c'est rapporté par Muslim, rahimahullahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça sera la fitna, et la fitna n'importe qui veut diviser une chose de cette nation, frappez-le avec l'épée. L'ordre ici, il appartient au juge après avoir refusé la fitna. Et celui... Et cela indique la gravité de la fitna sédition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient alors que vous êtes tous unis derrière un seul homme qui veut désunir, diviser votre jama'a, tuez-le, rawahu muslim. Hada wa inna Allah qad amarakum fi muhkam kitabihi bis salati was salam ala nabiyyi fa qala irshadan lakum wa ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa a'izz al-islam wal muslimin Allahumma wahhid kalimatana Allahumma wahhid kalimatana Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruq ربنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.